كانوا اللي ما استجبوا اي فئه اجتماعيه ما استجبوا لهاش ما استجبت لهاش الدوله كتمشي لشي اداره وكتحتلها باي منطق ما نعرف حتى وقع ما وقع اذا اظن انكم تتذكرون شي وحدين جاو دخلوا هنا لشي اداره ديال التعليم وما خرجوا الا بعد بضعه اسابيع ربما بعد ان ان تسبب احتجاجهم في وفاه شخصين اظن منهم وانا هذوك الشخصين كنتسائل الى حد الان واش انا كرئيس ديال الحكومه السابق عندي شي مسؤوليه اللي خليتهم هذوك الاسابيع كلها هي في الاخر آه في اجتماع يعني من نوع خاص الله يحضره الذين يعنيهم الامر من مسؤولين الامنيين الى اخره قلت لهم بعد ما تشجعت قلت لهم غنخرجوا هذ هاد الناس هذو مشينا خرجناهم بعد ما بعد ما ماتوا وانتهى بعد ذلك يعني بحيث بحيث تشجعت وزاره الداخليه باش ما تبقى تسمح لتا شي واحد يحتج بشي اداره ملي دخل لشي اداره كاينه تعليمات كتابيه مسبقه انه لان الاداره هي ديال المواطنين كيف انت تجي تسكن فيها وتخليها وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي